من يستحي بأن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ، فإن ابن الإنسان أيضاً يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع ملائكته القدسين. وكأن ربنا بيقول أنا صعدت للسماء لكن جاي تاني، لما هيجي في مجد أبيه مع ملائكة القدسين. ودي نفس الخبر اللي قاله الملائكة لأبائنا الرسل لما شافوا الصعود. طبعاً كان آخر ظهور للمسيح بعد قيامته وهو واقف معاهم، لقوه بيصعد للسماء والسحاب أخذته واختفى. فبصين واقفين فوق يشوفوا إيه المنظر ده، فجالهم ملاك قال لهم ما بالكم واقفون تنظرون إلى السماء هكذا؟ إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتمه. فإحنا وعد من ربنا هيجي لنا تاني. وهو قال برضو في إنجيل يوحنا أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وإن عددت لكم مكان آتي أيضا فأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فإحنا عندنا رجاء في مجيء المسيح. ولذلك تلاحظوا قانون الإيمان كله في كنيستنا بنقوله دمج. نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل، لكن بنيجي عند الحتة الأخيرة نقولها باللحن اللي هو ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. آخر كلمة في سفر الرؤيا اللي هو آخر سفر في الكتاب المقدس نقول أمين تعالى أيها الرب يسوع. وإحنا في الحقيقة نشتاق إلى مجيئه، لأن في مجيء الرب هيتحقق قيامة البشر والمجد الأبدي اللي ربنا وعدنا به. يقول معلمنا يوحنا في رسالته الأولى هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. طيب لما يجي المسيح في مجيئه الثاني مين اللي هيتمتع بالمجد وهيروح معاه هناك؟ الإنجيل بيقول اللي عايز يتبعني ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. تعالوا نركز في الثلاث كلمات دول وبعدين نشوف بقية النص. يعني ايه ينكر نفسه؟ طبعا انتوا فاهمينها، يعني الواحد ما يفتخرش بذاته. حتى لو كان ربنا مديك نعمة في حاجة افتكر ان ربنا هو اللي مديها لك. فيش سبب يخلي الانسان يفتخر او يتقالط او ينتفخ على الناس. معلمنا بولس الرسول بيقول اي شيء لك لم تأخذه. إيه الحاجة اللي عندك ما خدتهاش؟ جسدنا ده إحنا اللي عاملينه ولا ربنا ادهولنا؟ عينينا ونظرنا ودننا وسمعنا والأجهزة اللي في جسمنا، الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، أي قدرة عندنا إحنا عملناها ولا ربنا ادهلنا؟ الذكاء، إذا كان في واحد فنان بيعرف يرسم، واحد فنان صوته حلو، واحد فنان بيعمل موسيقى، أي حاجة عندنا ربنا مديها لنا. فبيقول أي شيء لك لم تأخذه وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ليه الواحد يفتخر؟ عشان كده يقول في حتة تانية أما من افتخر فليفتخر إيه؟ بالرب. فيبقى أول حاجة اللي عايز يتبع المسيح طبعاً اللي هيتبعه هنا هيروح معه هناك، واللي مديله ظهره هنا إزاي يروح معه في الأبدية. فقال من أراد أن يتبعني لها كريتيريا. أول حاجة ينكر نفسه، لأن الله نفسه متواضع
من علامة تواضع الله أن يمد إيده ويخلق الخليقة المادية. الله لو كانش متواضع يخلق العالم ليه؟ يخلق الكون ليه؟ ده وجع قلب وجع دماغ. عشان كده بنقول له في القداس: من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن. ونقول: من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان. كون الله يتعطف ويعمل الخليقة دي حاجة تواضع منه. وبعدين كونه بيتعامل معانا ده نوع من التواضع. ليه؟ لو احنا عارفين ان الكون اللي احنا عايشين فيه ده ملوش حدود، كل الكرة الأرضية اللي احنا بنجري فيها بالطيارات والعربيات ومسافات وسرعات عبارة عن نقطة، نقطة في الفضاء المريع. طب احنا انا مين عشان ربنا يهتم بي؟ فالله متواضع، ياخد باله من كل واحد ويطبطب علينا ويحيل فينا ويخبط على الباب عشان نفتح له، ويقف على الباب لغاية ما قصصه تمتلئ من ندى زي ما قال في سفر النشيد. وبعدين لما أخطأنا بإرادتنا نزل تجسد عشان يخلصنا. كل ده بيبين اتضاعه. ولما نزل عاش إنسان فقير وتولد في مكان فقير ويطبطب على الناس الغلابة واستحمل أذية الناس وتهزئهم وإهانتهم واصطياد كلمة من فمه، وحتى استحمل الصليب، وعلى الصليب كان بيغفر للناس اللي بيصلبوه. وبعد ما قام لم ينتقم من أعدائه، دعاهم ان هم يجوا يتوبوا ويقبلوا الخلاص. فمش منطقي ان انا اتبع اله متواضع وانا منتفخ، فيش توافق. ازاي اتبع اله متواضع وانا عامل نفسي كبير؟ يعني ازاي يكون مثلا واحد بزنس مان عنده مشروع كبير او شركات كتيره، هو انسان بسيط لابس ملابس بسيطه وبيتعامل مع الناس ببساطه، وبعدين البواب او الفراش اللي واقف على باب الشركه يتقلط على الناس يقولوا: يا عم ده رئيس صاحب الشركه ما بيعملش اللي انت بتعمله. وعاده الانسان الكبير ما بيتكبرش، والشبعان ما بيعملش نفسه حاجة على الآخرين. فدي بتبين، عشان كده الله لأنه هو شبعان، لأنه هو الإله، هيتكبر لي. الإنسان بيتكبر لأنه عنده عقدة نقص عايز يعوضها. فالمسيح قال إيه؟ اللي عايز يمشي ورايا نمرة واحد ينكر نفسه، تاني حاجة يحمل صليبه. طبعا انتوا برضو فاهمين كلمة يحمل صليب، بس تعالوا نتأمل فيها شوي. الصليب هو التعب، ولاحظوا ان ما قالش يحمل صليبي انا مش هنستحمله، قال كل واحد يحمل صليبه. هنا افتكر قصة لطيفة قوي. في خادم كان كرس نفسه لخدمة ربنا، وبعدين اللي حواليه تعبوا، فراح لأب اعترافه بيقول له: يا أبي أنا تعبان جدا في الخدمة. قال له: معلش استحمل، كلنا نتعب يعني. قال له: بس أنا مش مستحمل خالص. قال له: طب أنت عايز خدمة تكريس للمسيح من غير صليب؟ فسكت شوية وقال: لا، إزاي مع المسيح من غير صليب؟ أكيد في صليب. قال له: طب تحب ربنا يغير لك الصليب، ياخد ده ويديك غيره؟ فكر شوية قال له: لا. اللي نعرفه أصلا ما نعرفوش، وأنا ما أضمنش ياخد مني التعب ده ويجيب لي حاجة ما أقدرش عليها. عشان كده قال له: احمل صليبك. ينكر نفسه ويحمل صليبه. وكل واحد عنده صليب غير التاني،
بس الحاجة الجميلة إن أي صليب بحمله على طول يصير شركة في آلام المسيح، على طول شركة في صليب المسيح. عشان كده يقول بولس رسول: مع المسيح صلبت. لو قلنا له صلبت إزاي؟ طبعا نمرت واحد يوم المعمودية عشان دفننا معاه في المعمودية أمة. بس بولس بالذات قال: أننا من أجلك نمات كل النهار. يبقى في إماتة وفي تعب، وكان بيتعب في الخدمة ويسهر ويصرف ويعمل يعني اتعرض لحاجات كتير. ده صليب بولس. خلي بالكم بقى ايه، كل واحد صليب غير التاني، لسه متفقين. عشان كده تلاحظوا لو بصنا على ايقونات القديسين هنلاقي مش مفيش واحد زي التاني تيبيكال. يعني احنا عاملينهم في الكنيسة انواع، مثلا الرهبان، الشهداء، البطارقة. في مجال الرهبان تلاحظوا أنبا أنطونيوس غير أنبا بولا، غير أنبا بشوي، غير أبو مقار. طب ما كلهم رهبان، بس كل واحد ليه الطريقة بتاعته. الشهداء مرجرجس غير مرمينة غير أبو سفين، كل واحد ليه طريقته. عشان كده حتى بولس الرسول لما كلمنا عن القديسين قال: انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيه؟ بإيمانهم، عشان ما حدش فينا يلبس ثوب بتاع حد غيره. ما عملش نفسي أنا أمبرسانيوس، لا، كل واحد ليه شخصيته. ده احنا في وادي النطرون يقولوا قصة ظريفة قوي. في مرة في حد زائر جه يزور البرية زمان، وبعدين راح لرئيس الدير أو الأب بتاع المنطقة وقال له: يا أبي، نفسي أتعرف على خبرة الأباء القديسين. قال له: قوي. نده راهب قال له: خد الأخ ده زوروا الأباء، ياخد بركتهم يتعلم منه. فالأخ قال له: طب تحب نروح لمين الأول؟ قال له: أول واحد نفسي أشوفه الراجل اللي كان حرامي وبقى راهب، اللي هو مين؟ أنبا موسى. أخذوا رحلة أنبا موسى. أنبا موسى راح قايم جهز له أكل عدس، وقعد أكله واتكلم معاه وطيب قلبه وعزاه وفرحه وصرفه سالما. عايز تروح فين تاني؟ قال له: نفسي أروح لأبونا اللي كان عايش في القسطنطينية أو في روما يعلم ولاد الملك، وجي هنا يبقى راه. ده مين؟ أمبرسانيوس. راح لأمبرسانيوس استقبلهم، لكن قعد ما فتحش بقه ولا ضيفهم ولا جاب لهم حاجة. وبعدين القعدة تزهق، قعد ساكت. فالأخ اللي بيزوره قال: طب أسيبكم تقعدوا مع بعض شوية وأنا أشوف حالي. قال: لا، أخدني معاك. فمشي. في السكة بيسأل الضيف، بيقول له: مين عجبك من الاثنين؟ قال له: طبعا أنبا موسى، راجل مضياف وجميل. التاني ده إيه ده؟ فالراهب اللي كان بيزوره تحير وقال: يا رب، أنا عارف إن الاثنين قديسين، واحد استقبلنا باستضافة والتاني استقبلنا بدون وجه، ولا عايزنا كنا نتكلم معاه ولا نروح له خالص، مين فيهم صح؟ ده ماشي في سكة وده ماشي في سكة. فراح ربنا وراه الرؤية وهو نايم بالليل إن في بحر هايج، وأنبا موسى راكب في سفينة والملائكة عمالة تقوده لغاية ما وصل، بالرغم من هياج البحر لكن وصل بسلام. وين اتكررت الرؤية؟ البحر هادي وأنبرسانيوس راكب السفينة ووصل بهدوء بسلام.
وفي الحالتين كان الملائكة بيطعموهم شهد عسل. صحي من النوم وفهم الرسالة إن كل واحد فينا ليه طريق، وكل واحد فينا ليه سكة. مش احنا بنسمع في القداس يقول علمنا طرق الخلاص؟ ليه سماها طرق بالجمع؟ لأن ربنا عنده طرق بعدد الناس. عشان كده ما يصحش أبص جنبي وأقول شمعنا زميلي ناجح وأنا اللي شقي جدا وحياتي شقية، شمعنا فلان صحته حلوة وأنا اللي صحتي دايما مكسرة، شمعنا فلان ولاده طالعين فالحين وأنا ولادي خيابة، شمعنا كل واحد ليه فيه اللي مكفيه. وما نعرفش دواخل الناس، كل واحد عنده الصليب بتاعه، وكل واحد فينا ليه قصة خلاص مخصوصة مع المسيح. وربنا عنده اتساع أن يتعامل مع كل واحد بطريقة غير التاني. عشان كده قال يحمل صليبه، لكن في الآخر كل الصلبان دي تتجمع وتتحد بصليب المسيح ونبقى كلنا واحد في المسيح. يعني مثلا بولس الرسول انتهت حياته بأنه اتقطعت راسه، بينما المسيح ما تقطعتش راسه. وبطرس انتهت حياته بأنه صلب منكس الرأس، لكن المسيح صلب مش منكس الرأس. اندراوس اتصلب صليب شكل حرف إكس، حاجات عجيبة يعني. بعض القديسين كانوا يحطوهم في الهمبازين، عارفين الهمبازين؟ ده عاملة زي معصرة القصب، فاكرين معصرة القصب في مصر؟ حاجة عجيبة يعني. وبعضهم يحطوهم في زيت مغلي وبعضهم في قار، وبعضهم يعني مثلا القديس إغناطيوس ألقوه للوحوش الضارية قعدوا ياكلوه، والقديس بوليكاربوس في نفس الوقت أو في نفس الزمن حطوه في أتون نار واحترق. شوفوا بقى المسيح نفسه ما تحطش للوحوش ولا دخل في أتون نار ولا رموه في زيت مغلي ولا حطوه في قار مغلي. كل واحد ليه صليب، والصلبان على بعضيها تكمل شدائد ألام المسيح. لما يجي لي صليب أقول ده صليبي، لازم أستحمله وأفرح بيه. عارفين ليه أفرح بيه؟ لأن ده علامة أني تابع للمسيح. إحنا عندنا طبعا في مصر الصليب المدوء في الإيد ده علامة أن إحنا مسيحيين، لكن مش هي دي العلامة الحقيقية. العلامة الحقيقية أن أنا أكون حامل الصليب بشكر وفرح. يبقى نمرة واحد ينكر نفسه، نمرة اثنين يحمل صليبه، ونمرة ثلاثة يتبعني. كلمة يتبعني يعني ايه؟ تعال وراي. عارفين لما يكون انا رايح مشوار مش عارف هو فين، دلوقتي احنا بنعمل اللوكيشن على جوجل جي بي اس ونعرف عن هو، اتبع الصوت اللي بيقول لي امشي لقدام، ادخل شمال، ادخل يمين. فاللي يتبع الطريق ده بيوصل. واحيانا يكون واحد تاني عارف السكه يقول طب ايه امشي وراي، هو راكب عربيته واحنا ماشيين وراه، لو تاه مننا نتوه. عشان كده اللي بيسوق بتبقى عينيه على ايه؟ الاول يتاكد من العربيه اللي هتمشي قدامنا دي ايه ماركتها وايه لونها وايه رقمها، عشان في وسط الاشارات في وسط العربيات ما تتوهش منه. هو المسيح عايز كده، ولذلك احنا بنقول له في التسبيحه نتبعك ايه؟ بكل قلوبنا. طب يعني ايه نتبعه؟
أنا عايزكم في تدريب بسيط قاله لنا زمان وإحنا أطفال، وده يمشي لكل الناس كبير وصغير. أي فكرة تيجي على بالنا قبل ما ننفذها نسأل لو المسيح مكاننا كان هيعمل إيه، ودي حاجة هتخلينا نسلك بنقاوة ونسلك صح ونبقى حكماء. عارفين إيه الفرق بين الحكيم والأحمق؟ إن الحكيم بيدي نفسه فرصة يفكر والأحمق متهور، يرد من غير ما يفكر، تصرف من غير ما يدبر، تلاقيه يقع في مشاكل. الحكيم يقول طب استنى بس نفكر. فاكر على كلمة استنى نفكر؟ عندنا في مصر الطفل لما يجي يدخل كيجي بيعملوا له امتحان، بيعملوا هنا كده، يعملوا امتحان للطفل قبل ما يدخل كيجي. ففي طفل المس جابت له ألوان، ده ايه، ده ريد، ده بلو، ده جرين، جابت له لون، فسكت. قالت له ايه؟ قال لها اديني فرصة فكر. قالت مقبول. التعبير ده مقبول على طول، خدوه. ده بيقول اديني فرصة فكر، معناها ايه؟ ولد بيفكر مش حافظ وبس. فهو ربنا عايزنا نفكر عشان نبقى حكماء. فأنا أول ما يتعرض على بالي موضوع أفكر، إيه اللي هيخليني أفكر صح؟ إن أنا بتبع المسيح. في أحد المحاضرات هنا في أمريكا قلت لهم إيه؟ ربنا خلق البشر والملائكة بس هم اللي عندهم عقل. العقل بيخلي عندنا إرادة وحرية وقرار ومسؤولية. بعض الملائكة مشوا زي ربنا فاستمروا ملائكة، وبعض الملائكة مشوا عكس ربنا فبقوا إيه؟ شياطين. راح ربنا خلق البشر ونفس القصة، أنتوا عندكم عقل وحرية وإرادة واختيار ومسؤولية. اللي هيمشي في سكة ربنا هيكون زي الملائكة في الأبدية، واللي يمشي في سكة الشيطان هو اختار سكة الشيطان. عشان كده المسيح قال عن القديسين يكونون كملائكة الله، هيبقى المصير الأبدي. وزي دلوقتي الملائكة مش بيغلطوا، احنا كمان في السماء هنبقى مش بنغلط. وزي ما الشياطين اللي سقطوا ما لهمش فرصة توبة، برضو الناس اللي هيروحوا الجحيم ما لهمش فرصة توبة. هي بتتوقف على نتبع المسيح ولا نتبع الشيطان. وفي كلمة ممكن نفتكرها بنقول على ربنا في صلاة الشكر، صانع ايه؟ خيرات. طب عكس الخير ايه؟ شر. عشان كده الشيطان صانع الشرور. وبنقول عليه كمان عدو الايه؟ الخير. طيب ارجوكم عشان ما نخدعش انفسنا، لو جالك فكره في دماغك اسال دي خير ولا شر، بس ما نخدعش نفسنا. ليه؟ لان ممكن انا احكم غلط عشان انا عايز الغلط. في واحد انا متضايق منه فعايز اذيه، عايز أشوه صورته، فتجيلي الفكرة فأقول ده شر. لا لا مش شر، ما هو يستاهل. فأنا مشيت في سكة الشر وأنا متخيل إنه خير وضميري مستريح. كتير من الناس اللي بيغلطوا بيكونوا بيغطوا على ضميرهم عشان يمشوا في الغلط وضميرهم ما يتعبهمش، وأحيانا من كتر الغلط الضمير نفسه بيبقى عامل زي ما يكون صدى، فبقى الحساسية بتاعته مش موجود. واللي الناس يعتبروه غلط هو بيعتبره صح. وفي حاجة دلوقتي يسموها الضمير الجمعي. الضمير الجمعي يعني الناس كلها
والضمير الجمعي دوت عندكم في أمريكا بيلعبوا فيه. الحاجة اللي كانت زمان مش ممكن حد يقبلها دلوقتي ما تقدرش تتكلم ضدها عشان تبقى عادي ومقبولة ومحدش يفكر، واللي بيغلط يشعر ان هو مش بيغلط، ضميره مستريح وفخور بالغلط. مش ده اللي بيحصل؟ الواحد يسأل نفسه هل دي تبعية للمسيح ولا للشيطان؟ تبقى واضحة، النور واضح والظلام واضح، الخير واضح والشر واضح، الموت والحياة. في سفر التثنية ربنا قال وضعت أمامك البركة واللعنة، الحياة والموت، اختار الحياة واختار البركة. من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وبعدين قال من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل إنجيلي يخلص. يعني إيه؟ هديكم مثل في الحياة. واحد مش عايز يتعب، يقعدوا اللي حواليه يدوروه على شغل وهو نايم في البيت. صدقوني حتى عندنا في مصر تلاقي في أم جاية تقول لي أرجوك عشان خاطر ربنا شوف شغلانة لابني، ابنك ده يا ماما إيه معاه مؤهلات، تقول لي معاه لسانس حقوق. لسانس حقوق وانت جاية تتكلمي عنه؟ طب هو ما يدورش ليه؟ تقول لي ما هو زهق من كل التدوير وتعقد وبقاله شهرين ثلاثة نايم في البيت مش عايز يخرج ولا يدور، فبيدوروا له على شغل. ماشي، لقوا له شغل يصحوه بالعافية عشان يشتغل، وبعدين يروح يقول لك لا بيتقلطوا عليا وانا ما احبش حد يتحكم فيا، يسيب الشغلانة دي. اصل هو مش عايز يهلك نفسه. ده مثل يوضع زي اللي بيذاكر. في واحد يذاكر باهتمام ويتعب ويسهر وبتاع، وفي واحد ولا على باله. ففي حياتنا الروحية اللي عايز يخلص نفسه يهلكها بمعنى يتعبها. فمن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها يقتنيها. وبعدين قال لنا الآية المشهورة ماذا ينتفع الإنسان إيه لو ربح العالم كله وخسر نفسه. كلمة ربح العالم ممكن نفهمها بمفهومين. يربح العالم يعني عنده بيوت وعنده فلوس وعنده حاجات حلوة لكن حياته الأبدية ضايعة، استفاد إيه؟ أو ربح العالم بمعنى خادم زينا كده عمال يوعظ ويجيب الناس ويربح الناس كلها للمسيح وهو يضيع نفسه. دي قالها بولس الرسول، قال أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست الآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. وأنت يا بولس ممكن تضيع؟ يقول لي طبعا، المسيح قال الذي يصبر إلى الإيه؟ المنتهى، فهذا يخلص. فبيقول إيه الفايدة أن أنا أربح الناس كلها للمسيح وأنا أضيع؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ هنا فداء عن نفسه، وأنا عمال أقرأ الإنجيل معاكم بصيت على الإنجليزية لقيتها إيه؟ exchange، يعني إيه اللي يعوض عني؟ الوحيد اللي يعوض عني هو مين؟ المسيح، هو الفداء. فلو أنا فقدت فداء المسيح هجيب فداء من فين؟ ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ وبعدين بيختمها من يخزى بأن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ، ابن الإنسان يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع ملائكته القدسين. يعني إيه من يستحي بي وبإنجيلي؟ دي اللي حصل دلوقت. ممكن يجي واحد يتريق علينا ويقول أنت مفكر أن الكتاب المقدس صح؟ نقول آه طبعا. طب انت تصدق ان في ميه تنزل تغرق الكره الارضيه كلها؟ دي حاجه تدخل العقل؟ طب بعد ما خلصت راحت فين الميه دي؟ وبعدين تصدق ان نوح يعمل فلك يجيب فيه كل الخليقه تدخل دماغ مين دي؟ فانا استحي من الانجيل
وأحس إن فعلا القصة دي يعني تكسف خرافة. فأقول له لا لا لا، دي أسطورة وقصة، مجرد حاجة رمزية ربنا قالها كده عشان إيه؟ يخوفنا من الخطيه. لكن ما حصلتش. طب أنت تصدق إن ربنا يعمل حفرة كبيرة يرمي فيها الأشرار في النار؟ نقول له يا راجل دي كلها رموز، عشان أنا مستحي بالإنجيل، حاسس إنه الكلام اللي فيه يكسر. فالمسيح يقول أنت بتستحي بكلامي؟ ده أنا قلت هرمي الأشرار في النار، أنت تلغيها إزاي؟ بأي سلطان؟ أقول له أصلها يا رب مش مقنعة وخلت الناس تبقى ملحدين. طب أنت ليك سلطان تغير كلامي؟ شوف أباءك فهموها إزاي وشرحوها إزاي، لكن تلغيها بدماغك؟ وهكذا. واحد يقول لك بقى معقول البشر دول كلهم جايين من آدم وحواء، وفيهم ناس بيض وناس سمر وناس جنوب شرق آسيا ويابانيين وصينيين وأشكال وألوان، كل دول جايين من آدم وحواء؟ فيقول له لا لا، دي آدم ده رمز، ما فيش إلا آدم ولا حواء، دي كده كلها رموز. أدي حكاية اللي يستحي بالمسيح وبالإنجيل. لكن لما يكون الإنسان يقول له لا، إحنا متأكدين كتاب مقدس صح، ولو عندي مقدرة أن أنا أتعب وأفهم التفسير وأقوله للناس وريحهم، it is good. لو ما عنديش المقدرة أقول له في ناس متخصصة في الكنيسة فهم الكلام ده، ممكن تفهمه لك، لكن أنا لا أنكر كلمة في الإنجيل ولا أستحي بالإنجيل. أنا خايف على ناس كتير، لأن المسيح نفسه قال من يستحي، يعني يكسف أن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ، ابن الإنسان يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع ملائكته القدسين. العمال يقول الكتاب المقدس فيه أساطير وقصص وحاجات ما تصدقهاش، ربنا هيجي في الآخر يقول له أنا كمان مش مصدقك، روح مع اللي مش مصدقني. وختم بكلمة إن قوما من قيامها هنا لا يذوقون الموت حتى يعينوا ملكوت الله أتى بقوة. وطبعا بكرة الصبح في قداس، هيبقى الباكر بتاع قداس هو تحقيق الكلمتين دول. قال في ناس من اللي واقفين معايا مش هيموتوا لغاية ما يشوفوا ملكوت السماوات. وبعد 6 أيام في إنجيل باكر بقى أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وتجلى قدامهم فشافوا ملكوت السماوات. أتريكا قصده على بطرس ويعقوب ويوحنا، هيشوفوا مجد المسيح اللي هو حاليا في المجد الأبدي، بس ساعتها كان في التجسد فما كانوش شايفين، فرح فتح لهم شباك كده شافوا المجد وقفلوا تاني، وهو حاليا في حالة التجلي في الأبدية السعيدة. ونحن احنا بنعمته مش هندوق الموت. الموت مش هو خروج الروح من الجسد، ده انتقال، لكن احنا هنعاين مجده في الأبدية السعيدة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.